مبنانا في هذه القضية. إذن بجملة واحدة ألخص كلامي، وهو أنه إخواني الأعزاء، أي واحد منا إذا أراد أن يقدم قراءة لأي نص ديني، شغلنا إحنا شغلنا عملنا بالنص الديني، هو شغلنا واقعا عملنا هذا، لأنه إحنا هسه نصبنا من أنفسنا، آخرين نصبونا، التاريخ نصبنا، الظروف الاجتماعية نصبتنا، هذا كفة بحث آخر. إحنا اللي نفسر الدين لمن؟ للناس. يعني إذا الناس يريدون يفتهمون الدين لمن يجون مولانا؟ ها؟ واقعا لمن يروحون؟ يروحون للأطباء، يروحون للأساتذة، يروحون للجامعيين. ومو فقط إحنا أعطينا لأنفسنا هذا الحق وقلنا أن الآخرين لهم الحق أو ليس لهم الحق. ولذا الآن لو يجي فد أفندي من الجامعة مولانا يقدم قراءة، شو نقول له؟ شو نقول له؟ من حقك أصلاً تطلع رأي يا أخو، أنا قرأت هذا النص الديني وبآلياتي ودا أنطيك شنو رأيي. قلنا لا لا، إذا تريد تفسر هذا النص لابد وين تجينا بالحوزة هنا يمن، صحيح ولا لا؟ يعني بعبارة أخرى، المفسر الانحصاري للنص الديني منو؟ أنا وأنت الحوزة. فإذا تريد تقدم بعد أنت تفسير، اولا لابد ان تذهب الى ماذا؟ هسه اما تدعي الاجتهاد فلا بد ان تقدم منهجك، او تقول لا انا بيني وبين الله انا لا اقول، اشوف الشيخ المفيد في المساله شنو قايل اجيب رايه، اشوف الشيخ الصدوق شنو قايل اجيب رايه، اشوف الشيخ المجلس علام مجلس شنو قايل اجيب رايه. ولكن انا من نعم انا كل اللي عندي قدره بانه انتخب افضل هذه الاراء الموجوده واعرضها لمن؟ واعرضها للناس. هذا دور جيد، ما اريد اقول هذا مو بالضروره، ولكن هذا لابد عنده منهج للانتقاء. على اي اساس؟ لا ينتقي لمتناقضات ويعطيها لمن؟ ينطيها للناس. ويكون في علمكم اخواني الاعزاء، اذا انتم همتين ما تكونون مع العصر في أدواتكم المنهجية لقراءة النص، اطمئنوا الناس إذا وجدوا قراءات أفضل جذبا وأفضل للنص الديني ولو صدرت من كافر، مو أنه صدرت من جامعي، يميلون إليها لو ما يميلون. ولذا أنت تجد، ما أريد أقولهن بس أقول، ولهذا أنت تجد بينك وبين الله الآن عابد الجابري مولانا في المغرب العربي يكتب، وانت هنا من معرض طهران على من الدول؟ ليش احنا ما قدرنا نكتب فرشي عندما المفكر المصري او المفكر الجزائري او غيره عندما يدخل المكتبة يقينا في زمان محمد باقر الصدر عندما كتب هذه الكتب مباشرة المفكرين والمثقفين اول ما يدخلون يطلبون يا كتاب؟ طيبون. ليش احنا الان ما عدنا؟ وين الاشكالية؟ ليش الان صرنا بصدد نقرأ تراثهم ولا يقرؤون تراثنا؟ اذا اكو خلل عندنا، وإلا احنا معتقدين انه ما يوجد عندنا من تراث هذا قابل لان نحاجج به العالم كله، لو مقابل به قابلية على مختلف المستويات الفكرية والعقائدية والثقافية والفقهية والقانونية، ولكن دا نستطيع أن نعرض شيئا لهم لو ما دا نقدر نستطيع. إذن الإشكالية في النص، لو إشكالية في قراءتنا للنص، إشكالية فينا اللي إحنا ما قدرنا نقدم ماذا؟ قراءات قوية مستدلة ممنهجة. إذا أردتم ألا تهجم عليكم اللوابس، وإذا أردتم ألا يتجاوزكم الزمان، فعليكم أن تكونوا العارف شنو؟ بزمانه. وإلا إذا تجاوزك الزمان بعد أنت تصير شنو؟ ها؟ مرتبط بعصور أخرى. والحمد لله رب